مين اللي قال؟ ده أنا لسه قافلة معاه. قافلة معاه؟ ده أنت ما بتستحمليش تعيشي من غيره. طب وهي يا حبيبي عند حد غريب، مش ده بيت باباها؟ كمان بقيتي بتحب السيجار من امتى؟ انا بحب اي حاجه انت بتحبها وبس. بس طيب بتحبك، بس يعني قالت لي انها بتحبك زي اخوها، عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي. الو، نحن هنا. اللي واخد عقلك انت؟ فيكي ايه متغير؟ فيكي حاجه مش مظبوطه. مفيش حاجه متغيره فيا يا حبيبي، انا زي ما انا. لا، ما انتي زي ما انت. ليه؟ انا هي مريم اللي انت تعرفها. ملاك اللي هي تعرفها، اللي انت تعرفها بالظبط. انت مريم، انت مش ملك، انت مش ملك. انا مش ملك، انا مريم. مرحتيش بيروت؟ انت بتتكلمي؟ انا بتكلم. عارف من امتى؟ ساعة ما شفتك معاها وانتوا بتتجوزوا. الذي بيديك المصالحات، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم ده جات لي استريت عياط. سمعت صوتي، نديم. ولأني ما همش حد، خبيت صوتي وما قلتش لحد ان انا بتكلم. مين هيفرح لي؟ ولا حد. فين ملك؟ فين ملك؟ قتلتها. قتلتي اختك؟ قتلتها عشان ما تستاهلكش. دي واحدة نصابة ومجرمة، صيعوا فيها العبر، بس انت ما تعرفش. قتلتيها ازاي؟ ردي عليا. انا فعلا سافرت بيروت، كلمت طارق يجيلك يقولك ان انا سافرت، بس أنا في الحقيقة رحت لها فرنسا،
اتفاجئت بيا هناك واستغلت وجود رنا في المستشفى. بعت لها مسج قلت لها مخنوقة عايزة اتكلم. فكرت مركب في السن واتخانقنا. زقتني زقتها وقعت في المية وانا عارفة انه ملهاش في نظام. قعدت تستنجد بيا وتقول الحقيني بس هي ما تستاهلش. سبتها وقعدت اتفرج عليها لغاية ما غرقت. رجعت الاوتيل وخدت حاجتها قصيت شعري زيها عملت كل حاجة هي بتعملها. رنا المستشفى ما شكتش لحظة ان انا امها. ريحتي كانت ريحة امها، هدومي، طريقة كلامي، كل حاجة كانت هي. وخدتها وخدت باسبور ملك ورجعت هنا ورجعت علشانك. أنا بحبك يا نديم. بحبك. بحبك إيه؟ أنا عشقتك. عارف يعني إيه عشقتك؟ يعني أنا ما أقدرش أعيش من غيرك يا نديم. أنا من غيرك ممكن أموت. قتلتي حبيبتي عشان بتحبيني؟ ما تقولش حبيبتك. أنا حبيبتك. هي مش حبيبتك. عمرها ما حبتك. دي كذابة. بس أختك عشان بتحبك. أنت مش أختي. احنا اخوات في الشبه بس. تركتي بجريمة قتل عشان بتحبي. كل الناس كانت بتحبها أكتر مني طول عمرنا من احنا وصغيرين. ملك، يا ريتك زي ملك، يا ريتك ربعها حتى. إنما أنت مستهترة فاشلة. أنا مش عارف أقول الناس إيه، أقدمك ليهم، أقول لهم إيه؟ أقول لهم بنتي الفاشلة حضرت حتى الثانوية العامة خدتيها ب50% ودخلتك 100 كلية. كل ما تخش كلية تسقطي 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 لحد ما يرفدوكي. وفي الآخر جايبالي ولد تافه صايع فاشل زيك تقولي لي عايز يتجوزني؟ لو سمحت يا بابا ممكن تسمعني؟ أنا مش عايز أسمعك تاني نهائي. بس أنا من حقيقة دافع عن وجهة نظري. وجهة نظر إيه؟ أنت فاكراني ما سألتش عنه؟ بقولك تافه فاشل زيك. فاطمة أنا عايزة أطلق من حازم. لا فكرتي كويس قبل ما تاخدي قرار زي ده؟ أكيد. على أي حال أنا واثق فيكي جدا في طريقة تفكيرك وفعالك، وتأكد إن أي قرار هتاخديه هيبقى صح بنسبة 100%. لكن بس أنا ليا طلب واحد. إيه هو؟ فكري كويس في مصير بنتك، لأن مش عايزة تتربع بعيد عن بيت أبوها زي ما أنت تربيتي بعيد عني. لا طبعاً اطمن من الموضوع ده. أنا هتفق مع حازم على طريقة حضرية في الانفصال. أوكي، وياريت ما تكونيش قلتي له أي حاجة عن أختك المستهترة دي. قصدك عن الولد اللي عايز يتجوزها ده؟ أيوه، ولد فاشل صايع شمام ابوه طرده ببيته وتقولي هتجوزه يعني هتجوزه. تبقيت حملت زيك يعني حازم مهما اختلفنا معه، لكن في النهاية استاذ جامعة راجل محترم. راجل محترم بس انا مش مبسوطة معه. دي حياتك وانت حرة فيها، وانا واثق فيكي وفي اختياراتك. انت مش زي اختك الفاشل دي. هي الاحسن وهي الاشطر وهي الانجح. لامتى؟ لامتى؟ حتى لما كبرنا كل ده ما تغيرش. انا الخرسه وهي الشاطره. انا الفاشله وهي الناجحه. انا بحبك وهي ما حبتكش. فاهم يعني ايه ما حبتكش؟ كذبت عليك. هي ورا كل اللي حصل لك مع رشا دخلت مكتبه وفتحت الدرج ولقيت موبايلات كتير وفتحتها وشفت صور مراتك
مبعوت على رقم تليفونك وبعديها مسج قلت لك عايز تشوف مراتك في السرير مع واحد. روح على العنوان ده ورسائلها مع وليد وكل مخططاته. صور الليسي وهو بيقتل وليد. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ارجع لك عشان تصدقني. نديم انا بحبك. انا ممكن اموت من غير. انت الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي. مش انت كان نفسك في ولد او بنت يعودوك على الوجه الله يرحمها؟ جاوب. انا حامل. انا حامل حبيبي. انا حامل في ابننا. افرح. انتي محرمة علي. انتي اخت مراتي. انتي مش طبيعية. انتي مجنونة. مش كده. انا مش محرمة عليك. انا حبيبتك الحقيقية. وده ابننا. احنا التلاتة. انا عايش هنا في البيت ده. انا نفسي في السعادة دي يا نديم. ما تحرمنيش منها. ارجوك انسى اللي حصل. بصلي ده منزل السيدة مالك الجرحي؟ خير يا فندم. مطلوب القبض عليها. ها قلت ايه في اللي قلته لي؟ مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ اصلي ايه؟ اتكلمي يا ملك. انا مش ملك. امال انت مين؟ انا مريم اختها التوأم. ثابت في محضر جمع الاستدلالات انك لما سألتي اقريت انك ملك، ودلوقتي لما فتحنا التحقيق قلت انك ملك. بس في الحقيقة انا مريم مش ملك. طب ليه قلت انك ملك؟ طب بلاش كده. فين ملك؟ مسافرة. مسافرة فين؟ معرفش. ملك انت مقبوض عليكي في بيت الزوجية وفي وجود زوجك نديم فخري اللي شهد بانك ملك، فبلاش امور اللف والدوران دي لان مش هتفيدك بحاجة. الله العظيم انا مريم ولا ليا دعوة بالمخدرات ولا ليا ولا قتلت حد ولا اعرف حاجة عن التهم دي. انا مريم. ها يا خالد، هي مريم فعلا ولا ملك؟ ملك مين؟ دي مريم يا فندم. انا كنت متجوزها وانا توه عنها. هي يا فندم ملك الجرحي اللي هربتني من امريكا. انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك. هو يمكن اكيد بيتكلم عن ملك مش عني.
ما اعرفوش. انا متاكد ان هي يا فندم، هي دي ملك الجرح. ملك الجرح. حامل ولا لا؟ كنت فاكره نفسي حامل. سأوعدك لما نخرج من هنا هجيب لك بنت زي لوشي. ولا انت بتحب الولاد؟ خلاص هجيب لك ولد زي القمر شبهك. هتطلع من هنا على حبل المشنقة؟ ملك هي اللي قتلت مش أنا. مين اللي قال؟ كل ده ممكن يبقى تلفيق. إنما أنت اعترفتي لي إنك قتلتيها، تبقي مجرمة وتستاهلي الإعدام. أنا ما قتلتهاش، هي اللي غرقت. أنا مش ذنبي إن هي ما بتعرفش تعوم. وبعدين أنا عارفة ملك كويس، وعارفة كويس أوي هي بتفكر إزاي. دي كان ممكن بعد الشر يعني. لك صدقني يا نديم احنا خلصنا منها. مين اللي قال لك اني كنت عايز اخلص منها؟ ومين اللي صور لك اني كان ممكن احبك في يوم من الايام؟ ليه ما تحبنيش؟ هو انا اقل منها في ايه؟ ولا يعني كان لازم امثل عليك زيها عشان تحبني؟ هي بس شاطره شويه، عرفت تضحك عليك عشان تتجوزها وتحبها. لعبتها صح يعني. طول عمرها بتحكم عقلها في كل حاجة. لكن أنا كل اللي حلت شوية إحساس. هو قلب ده اللي كل الناس بتكسره. كلامك مش هيهزني ويخليني أقول لهم إنك مريم مش ملك. هتطلعي من هنا على حبل المشنقة ومحدش هيصدق كلمة من اللي بتقوليها. أي صدقوا؟ هيعملوا لي تحاليل. لما يعملوا الدي إن إيه هيكتشفوا إنه متطابق لأنكوا توأم. يبقى ما فاضلش غير البصمات. وأنا محيت كل بصمات ملك من على أي ورقة رسمية. يفضل بصمتك أنت. ليه يا نديم ليه؟ ليه بتعمل معايا كل ده وانا اللي بحبك؟ عشان قتلتيها من غير وجع حق. قتلت الانسانه الوحيده اللي حبيتها في حياتي.